طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يكرم رواد فرع شركة النفط ويشيد بأدوارها في خدمة المجتمع. مناقشة آلية استقرار تموين الغاز المنزلي لمديريات وادي وصحراء حضرموت. مدير عام كهرباء الساحل يناشد السعودية بتمديد منحة المشتقات النفطية في حضرموت. أهلا بكم. كرم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني رواد شركة النفط فرع ساحلي حضرموت ومدراء الإدارات والعاملين بالشركة والجهات التي أسهمت في تخفيف حدة الأزمات التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال حفل أقامه فرع شركة النفط صباح اليوم بالمكلا. وأشاد محافظ حضرموت في كلمته بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة النفط اليمنية فرع ساحلي حضرموت خلال السنوات الماضية والأدوار الملموسة التي لعبتها في مساعدة السلطات المحلية لتجاوز الكثير من الأزمات. من جهته استعرض مدير عام شركة النفط فرع ساحلي حضرموت الدكتور خالد العكبري عددا من الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد العمل الإداري والخطط التطويرية والاستراتيجية للشركة وتغلبها على الصعوبات التي عرقلت أعمالها. كما قدمت في الحفل لوحات فنية ورقصات شعبية من قبل زهرات وفرقة براعم غيلبة وزير وفرقة الأستاذ مبارك بايع شوت للرقص الشعبي وقصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين. ناقش لقاء اليوم بسيون آلية استقرار تموين مادة الغاز المنزلي بمديريات وادي وصحراء حضرموت خلال شهر رمضان المبارك. وتطرق الاجتماع إلى أسباب عدم استقرار عملية التموين والمتمثلة في زيادة الطلب وقلة الإنتاج التي تشهده جميع المحافظات مع قرب شهر رمضان المبارك. وطالب اللقاء الشركة بزيادة حصة وادي حضرموت من مادة الغاز لتغطية احتياج المواطن والتخفيف عليه خصوصا خلال أيام شهر رمضان المبارك. وكما شدد على الرقابة على محطات التعبئة في التزامها بالأوزان المحددة من قبل الشركة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وأكد التطرق إلى ترتيبات إنشاء محطة استراتيجية ذات مخزون احتياطي لمناطق وادي حضرموت. هذا وأوضحت الشركة لوكالة الأنباء سبأ إن إحصائية مكتب الشركة اليمنية للغاز بسيئون لشهر إبريل الماضي 72 مقطورة موزعة على 6 محطات توزيع. أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس قرارا وزاريا رقم 21 للعام الجاري، وتضمنت المادة الأولى من القرار تعيين وكيل الوزارة مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون نائبا لرئيس اللجنة العليا لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري بالجمهورية على أن يتولى الوكيل عبدون في المادة الثانية ما تنص عليه اللائحة العامة للتقويم والاختبارات رقم 4 لعام 2019، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وذات الصلة التنفيذ من تاريخه. عقدت قيادة الكتلة البرلمانية الحضرمية اجتماعا لها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب نائب رئيس الكتلة البرلمانية المهندس محسن علي باصرة. وفي بداية الاجتماع ترحمت الكتلة على فقيدها وحضرموت والوطن دكتور محمد سالم الجوهي رئيس كتلة حضرموت البرلمانية، سائلين المولى أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يرحمه رحمة الأبرار. وناقش الاجتماع تفعيل العلاقة مع السلطة المحلية والمتابعة الجادة لحقوق حضرموت وخدماتها وما أوصى به مجلس النواب خلال انعقاده بمدينة سيئون التي تصدرت تلك التوصيات والتزمت الحكومة بها من خلال الجهود المضنية لأعضاء الكتلة وتماسكها. وأكد أعضاء الكتلة على أهمية إنجاح لجنة الحوار لمؤتمر حضرموت الجامع مع بقية المكونات بحضرموت لما يعزز اللحمة والاستعداد لأي استحقاقات قادمة. كما توافق أعضاء الكتلة على اختيار قيادة جديدة برئاسة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي. شارك وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي بورشة عمل حول تعزيز الدعم الوطني والدولي لحكم محلي أكثر فعالية التي نظمتها منظمة برج هوف الألمانية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.
وكانت مشاركة وكيل الساحل والهضبة بتكليف محافظ محافظة حضرموت. وناقشت الورشة التي استمرت على مدى 3 أيام عدد من القضايا الهامة في إطار تعزيز الدعم الوطني والدولي لفعالية السلطات المحلية، حيث كانت حضرموت حاضرة بالورشة الدولية التي أجمع عليها المشاركون لتنفيذ البرامج التنموية والاستثمارية والإنسانية، كونها منطقة مهيئة لإنجاح تلك البرامج والمشاريع المختلفة. واستعرض الوكيل العمودي بعض المشاريع التي تحتاجها حضرموت. ناشد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازي بن مخاشن المملكة العربية السعودية بضرورة تمديد منحة المشتقات النفطية السعودية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات كهرباء بساحل حضرموت التي توقفت خلال 3 أشهر الماضية، مما زاد من حدة انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين. وأضاف بن مخاشن بأن منحة الوقود لمحطات الكهرباء للمحافظات المحررة أعطت نقلة كبيرة في إنهاء مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي بشكل نهائي، داعيا البرنامج السعودي بإعادة منحة المشتقات النفطية للكهرباء لإنهاء انقطاعات المتكررة، مثمنا الجهود والمساعي الحثيثة لمحافظ حضرموت في تواصله المستمر مع الحكومة والتحالف العربي في حل أزمة الوقود لكهرباء ساحل حضرموت. اختتم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري الدورة التدريبية للإخصائيين ومدخلي البيانات في مستشفيات حضرموت المهرة سقطرى شبوة والممولة من قبل منظمة الصحة العالمية. وفي حفل الاختتام شدد الدكتور الجريري على مدخلي البيانات بالعمل بجهد مضاعف وأكثر كفاءة من السابق لإيضاح التقارير الإحصائية، كونها تبنى عليها تدخلات لتطوير الخدمات الصحية والرقي بها، مؤكدا على دعم السلطة المحلية بحضرموت لتنفيذ مثل هذه الدورات. من جهته أوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية محور حضرموت الدكتور علي جعول أهمية هذه الدورة التي ترفع كفاءة الإخصائيين في المستشفيات المدعومة من المنظمة، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية مستمرة في تقديم خدماتها الصحية، ومشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة الصحة بالمحافظة لتوفير كل السبل لاستمرارية الشراكة وتسهيل أعمال المنظمة. عقد بمدينة سيئون ورشة عمل حول آلية تفعيل قرار السلطة المحلية بالوادي رقم 96 لعام 2016 القاضي بمنع إطلاق النار في المناسبات لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع. واستهدفت الورشة الدعاة والأكاديميين وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية والوجهاء والإعلاميين. وقدمت في الورشة 3 أوراق عمل، حيث حملت الورقة الأولى على عنوان أسباب وآثار عدم تفعيل القرار والإجراءات المقترحة لتنفيذه، والثانية بعنوان الدور المجتمعي لمناصرة تنفيذ القرار، فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان دور الأجهزة الأمنية في ضبط ومعاقبة المخالفين. وأكدت جميع المداخلات في الورشة على نبذ ظاهرة إطلاق النار وتكثيف الوعي المجتمعي واتخاذ إجراءات صارمة تسهم فيها السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأمنية وعقال الحارات ومناء العقود. وخرجت الورشة بتشكيل لجنة لبلورة الملاحظات والمقترحات ومشروع التوصيات ورفعها لقيادة السلطة المحلية والجهات المختصة ومتابعة تنفيذها خدمة للمجتمع ومساهمة في استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة. ضبط المختصين بهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من زيوت الطبخ المستورد غير صالحة للاستهلاك، وذلك أثناء تفريغ حمولة أحد القوارب الخشبية بميناء الشحر. وقدرت الكمية التي تم ضبطها بما يزيد عن 684 لتر تعرضت للتلف والخزق نتيجة وجود قوارض بداخل السفينة الخشبية. وباشر المختصين بقسم الإصحاح البيئي بمكتب الأشغال العامة والطرق بالنزول إلى موقع الضبط برصيف ميناء الشحر ومعاينة كمية الزيوت المضبوطة وتحرير محاضر ضبط ومحاضر إتلاف بها. عقد بجامعة حضرموت حفل مراسيم الاستلام والتسليم بين رئاسة الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت السابقة والجديدة بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم مبارك العبثاني ومندوب مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. وخلال مراسيم الاستلام والتسليم دعا نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب قيادة الاتحاد الجديدة للحفاظ على الجامعة، كونها تقدم خدمات تعليمية للطلاب وتؤهل القيادات الطلابية للمجتمع، مرحبا بالقيادة الجديدة ومبدئا استعداد الجامعة للعمل مع قيادة الاتحاد الجديدة لتفعيل الأنشطة الطلابية في كليات الجامعة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح
من جهته حث رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت السابق الدكتور أحمد باجوبير القيادة الجديدة على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها القيادة السابقة لخدمة الطلاب في مختلف الكليات. من جانبه أكد رئيس الاتحاد الجديد عبد الرحمن باعفي أن القيادة الجديدة ستواصل المشوار للمرحلة القادمة. دشن شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية نشاط تشكيل اللجان المجتمعية في مديرية بروم ميفا ضمن برنامج الدعم الطاري لتحسين السبل المعيشية الزراعية للأسر الأكثر ضعفاً، ويستهدف المشروع 250 صياد من حضرموت بهدف تحسين سبل المعيشية للأسر الساحلية الأشد فقراً والتي تعتمد على صيد الأسماك والأحياء البحرية كمصدر دخل، حيث تم تشكيل اللجنة المجتمعية الخاصة بآلية توزيع واختيار المستفيدين الممثلة بالسلطة المحلية بالمديرية والهيئة العامة للمصائد والاتحاد السمكي ورؤساء الجمعيات. وخلال التدشين تم توزيع 250 شباك الصيد و250 صندوق ثلج لحفظ الأسماك يستفيد منها أبناء مديرية بروم ميفا. تفقد وفد من المؤسسة الطبية الميدانية المركز الصحي بمنطقة الخربة في مديرية أرياف المكلا للإطلاع على سير مشروع التغذية التكميلي المنفذ من قبلها والمدعوم من برنامج الأغذية العالمي. واستمع الوفد من العامل الصحي ومتطوعات صحة المجتمع في المركز حول طبيعة العمل الجاري في معالجة واستكشاف حالات سوء التغذية في الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات اللواتي يعانون من سوء التغذية وكيفية توعية المجتمع حول تحسين السلوكيات العامة والتغذية السليمة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يكرم رواد فرع شركة النفط ويشيد بأدوارها في خدمة المجتمع. مناقشة آلية استقرار تموين الغاز المنزلي لمديريات وادي وصحراء حضرموت. مدير عام كهرباء الساحل يناشد السعودية بتمديد منحة المشتقات النفطية في حضرموت. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.